خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك ونبي نصور معها. يا ابوي كل الناس صورت معايا، جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي يا واد بلا عقد. اقول اقطع وخس انت وياه، تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد يا عامر، عامر جاء اللي يعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني، هلا يا مرحبا، هلا بيك، حياك الله. ها شنو حبيبي بعدك ما جهزت؟ خير وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات المصممة فرنسية. عبايات مصممة فرنسية؟ والله خوش، تعالي بس انا الاعلان عندي. انا عندي ارض لصاحبي ابو مسفر منحة بعرير، نبي نروح انا وياك وتجيبونها من الان. وهاي هي قطعة الارض مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ اكو واحد يسكن هنا اصلا؟ على شارعين و20 ومن ظهرها شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة وبيجيك كهرباء وبيجيك الاسواق وبيجيك الخدمات، والله الارض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالإعلان، ترى صديق العمر. حبيبي مش قد هذا راح ينطينا صديقك أبو مسفر على الإعلان؟ ولا فلس واحد، أنت مخبرتي؟ هذا صديق العمر، يلا خلصينا عندنا إعلان لأبو مبارك. 55,000 55,000، من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70 70,000 70,000، السيارة كلش نظيفة ما بيها ولا شخطة ولا حتى طالها جاكوت. ما طقها وشو؟ جاكوت. 90,000 ريال. 90,000 90,000 يا جماعة، يقول لك 90,000، من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100,000 ريال لعيونك يا هيا. 100,000 ريال 100,000 ريال، من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100,000 ريال مو معقولة، أمس جايبها حرج عليها ما جابت لي 7,500. أنا ما أدري كيف كافئك يا خويي. لا تشكر ولا شيء، إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني وأجيبها لك وأعلن لك عنه. كفو يا أبو عامر، والله يخلي النهاية.